سلام الله عليكم متابعينا الأعزاء. قبل أن نبدأ ندعوكم إلى زيارة قناتنا الثانية، قناة مرتقون، فهي قناة دينية تهتم بنشر محتوى هادف لزيادة الوعي الديني الصحيح لكل مسلم ومسلمة. قناة مرتقون هي جزءنا الثاني من قناة قصص عشوائية، ندعوكم مشاهدين الكرام لدعمها والاشتراك فيها. الرابط تجدونه أسفل الفيديو أو من خلال البحث عن قناة مرتقون ومشاهدة موضوعاتنا الشيقة. معا نرتقي. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمتى ولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما المعجزات التي حدثت في هذا اليوم جعلت الكفار يعتقدون بأنه يوم القيامة؟ ومن الذي أخبرهم بأنه مولد نبي الله وخاتم المرسلين محمد؟ وماذا فعل الله تعالى مع الشياطين والملوك والسحرة في ذلك اليوم؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ولد في عام الفيل يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول عام 570 للميلاد. وكانت الأرض في هذا اليوم على موعد ميلاد نبي الرحمة والرسول الكريم وخاتم النبيين وأشرف المرسلين وأكرم الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم حدث الكثير من المعجزات، زلزلت الأرض والسماوات، ليس في مكة فحسب بل في بلاد المشرق والمغرب. فجاء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إيذانا بميلاد الإيمان في قلوب البشر. فقالت السيدة آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم: لما حملت به لم أشعر بالحمل، ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقال الحمل، فرأيت في نومي كأن آت أتاني فقال لي: قد حملت بخير الأنام. فلما حان وقت الولادة خف علي ذلك حتى وضعته وهو يتقي الأرض بيديه وركبتيه، وسمعت قائلا يقول: وضعت خير البشر، فعوذيه بالواحد الصمد من شر كل باغ وحاسد. وعندما جاءتها آلام المخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد، شعرت بنور كبير يخرج منها ينير الغرفة التي كانت فيها، وكأن معها جمعا من النساء في الغرفة، فشعرت بوجود مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون والسيدة هاجر كلهن حولها. وتزايد النور شيئا فشيئا حتى شعرت أن النجوم تسقط عليها، وأنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. وقالت: والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته، وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا. وتقول أم عثمان بن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة: رأينا نورا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب. وذكرت فاطمة بنت عبد الله أنها شهدت ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. والذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم هو جده عبد المطلب، حيث قال: رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري وامتدت فيما بين السماء والأرض، ثم تحولت من المشرق إلى المغرب، ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور. وقد قص عبد المطلب الرؤيا، فقيل له في تفسيرها: إنه يولد له ولد من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب، فأراد أن يحمده أهل المشرق والمغرب فسماه محمدا. فأخذه عبد المطلب إلى الكعبة المشرفة ودعا الله وشكره على ما أعطاه، فوقعت الأصنام الموجودة حول الكعبة على وجوهها،
وأصبحت الأصنام كلها على الأرض، ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. واهتز في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن، وجف ماؤها، وانقطع وادي السماوة، وخمدت نيران فارس، وكانت لم تخمد قبل ذلك بألف عام، ولم تجر بحيرة طبرية، وخمدت بيوت النار. وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز، ثم استطار النور حتى بلغ المشرق، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، والملك مخرسا لا يتكلم يومه ذاك. وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها، وعظمت قريش في العرب، وسموا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام. وقالت السيدة آمنة: لما قربت ولادة رسول الله رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب الرعب عني، وأتيت بشربة بيضاء، وكنت عطشا فشربتها، فأصابني نور عال، ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا تحدثني، وسمعت كلاما لا يشبه كلام الآدميين، حتى رأيت كالديباج الأبيض قد ملأ بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه من أعز الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا إصبعه إلى السماء، ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حتى غشيتها، فسمعت نداء: طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربها والبحار، لتعرفوه باسمه ونعته وصورته. ثم انجلت عنه الغمامة، فإذا أنا به في ثوب أبيض من اللبن، وتحته حرير خضراء، وقد قبض على ثلاث مفاتيح من اللؤلؤ الرطب. وقائل يقول: قبض محمد على مفاتيح النصرة والريح والنبوة. ثم أقبلت سحابة أخرى فغيبته عن وجهي أطول من المرة الأولى، وسمعت نداء: طوفوا بمحمد الشرق والغرب، وأعرضوه على روحاني الجن والإنس والطير والسباع، وأعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وكمال يوسف وبشرى يعقوب وصوت داود وزهد يحيى وكرم عيسى. روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن رجاله قال: كان بمكة يهودي يقال له يوسف، فلما رأى النجوم تقذف وتتحرك ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا نبي قد ولد في هذه الليلة، لأننا نجد في كتبنا أنه إذا ولد آخر الأنبياء رجمت الشياطين وحجبوا عن السماء. فلما أصبح جاء إلى نادي قريش فقال: هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب ابن في هذه الليلة. قال: فعرضوه علي. فمشوا إلى باب آمنة فقالوا لها: أخرج ابنك. فأخرجته في قماطه، فنظر في عينه وكشف عن كتفيه، فرأى شامة سوداء وعليها شعيرات، فلما نظر إليه اليهودي وقع إلى الأرض مغشيا عليه، فتعجبت منه قريش وضحكوا منه. فقال: أتضحكون يا معشر قريش؟ هذا نبي السيف، ليبيرنكم. وذهبت النبوة عن بني إسرائيل إلى آخر الأبد، وتفرق الناس يتحدثون بخبر اليهودي. وكان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش: هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه. فصاح إبليس لعنه الله في أبالسته، فاجتمعوا إليه فقالوا: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم: ويلكم، لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث. فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا. فقال إبليس لعنه الله: أنا لهذا الأمر. ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوظا بالملائكة، فذهب ليدخل فصاحوا به، فرجع ثم صار مثل الصر وهو العصفور، فدخل من قبل حراء. فقال له جبريل: وراك لعنك الله،
فقال له: شيء أسألك عنه يا جبريل، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض؟ فقال له: ولد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل لي فيه نصيب؟ قال: لا. قال: ألي نصيب ففي أمته؟ قال: نعم. فقال إبليس: رضيت، فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم في كل وقت وحين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.